نعم شيخنا يقول في السؤال الثاني أن سنة الفجر أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤديها خفيفة، فيقول ما هو الضابط فيما يتعلق بسرعة أداء سنة الفجر؟ الضابط أنه لا يطيلها عرفا ويقتصر في القراءة بعد قراءة سورة الفاتحة، إما على سورة قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، أو في الركعة الأولى بعد الفاتحة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في سورة البقرة، وفي الآية الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء في سورة آل عمران. وإن قرأ من غيرها فلا بأس، الأمر في هذا واسع، لكنه يخفف القراءة، وقد كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب؟ الله. فهدي النبي عليه الصلاة والسلام في ركعتي الفجر التخفيف، وإذا خفف القراءة أيضا لا يطيل الركوع ولا السجود، فركعتا الفجر السنة فيهما التخفيف، لكن ليس تخفيفا يخل بالطمأنينة، وإنما تخفيفا عن التطويل المعتاد، يعني لا يطيلها وإنما يخففها تخفيفا يتحقق معه ركن الطمأنينة.